انطلقت بمدينة كوسي فعاليات معرض الزهور الثالث بالنيل الأبيض الذي تقيمه منظمة شرايين الأمل بشراكة مع القطاعين العام والخاص، وقد يشتمل المعرض على عدد من الأجنحة المختلفة للشركات والمنظمات في هذا المجال. محمد بردسول مدير منظمة شرايين الأمل متحدثا عن المعرض: نحن منظمة شرايين الأمل قمنا بتنظيم المعرض بكل الليالي الثقافية والاجتماعية. الغرض من المعرض هو نشر صفة التعاون والتآلف بين الناس وترويح النفوس وترويح الأسر، خلق أجواء مريحة متنفس للناس يشم فيها راحة العبير وراحة الزهور وراحة الناس. نحن مرحب بكم، أنتم كبشر حقيقيين اخترناكم لتكونوا لنا نموذج للعطاء والنماء والريادة. الجهات المشاركة هي إدارة البساتين بشركة كنانة، والمواصفات والمقاييس إدارة وزارة الزراعة بإدارة المختلفة، البساتين، الغابات، الثروة السمكية والحيوانية، وزارة الصحة، المعارض الخاصة ومعارض الزهور الخاصة، أصحاب الشركات، أصحاب الصناعات اليدوية وهكذا. ومن جانبه أشاد وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالنيل الأبيض الصادق محمد عثمان بتنظيم مثل هكذا معارض لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والسياحية. حقيقة هذا المعرض أخواننا في منظمة شرايين الأمل بذلوا مجهودات كبيرة ومقدرة، وده المهرجان ولا المعرض الثالث، وحقيقة جمعنا عديد من الشركات والمنظمات العاملة في هذا الاتجاه. احنا نفتكر انه الزهور هي نواحي جمالية ومهمة، وهي فيها فوائد كثيرة جدا للعطور والأدوية بالإضافة للظل والأشجار المثمرة، ونفتكر انه ده مجهود كبير وجبار، وده بيؤكد انه هذه المنظمة عندها عمل كبير ومهم في إطار إرشاد للمنازل لربات المنازل والشركات للاهتمام بالحدائق والزهور في إطار الحدائق العامة. افتتاح معرض الزهور السنوي يمثل واحدة من المناسبات الترويجية والتسويقية الحاشدة لمدينة كوسي ومجاورها، يتنفس إبداعا شكلا ومضمونا كما تتنفس الزهور أريجا بعبق الزمان والمكان. لقناة الشروق الفضائية محمد الفاتح موسى، ولاية النيل الأبيض، كوسي.